الذي تغير في الآونة الأخيرة يخدم مصلحتكم. نعم، الموقف الروسي الآن انتقل من خانة دعم القذافي، فهو لو اعتبرت إذا كان يعني نأخذه بشكل منفرد كان يدعم القذافي، ولكنه الآن انضم إلى موقف الدول الغربية في دعم الثوار، فهو يعطي إضافة للثوار بينما ينهي موضوع الشرعية لنظام القذافي. فإذا هو من هذه الناحية موقف مهم جدا، لأن الآن العالم في إجماع كامل على أن القذافي ليس له مكان في ليبيا. يعني طلب التنحي ووساطة روسيا، ما هي الصيغة التي تعتقد أنها روسيا ستنتهجها في عملية الوساطة هذه لكي تطلب من القذافي التنحي، وهناك مطالب عديدة قامت في السابق؟ نعم، قد تنهج روسيا نهج الضغط السياسي، وقد ولكن الآن أعتقد أنه من الصعوبة أن تكون طرف وسيط بين القذافي وبين الثوار بعد أن نزعت شرعيتها من نظام القذافي، فلا نتوقع أن تكون وساطة من روسيا في موضوع تنحي القذافي، بل هي ستكون طرف في زيادة الضغط السياسي على القذافي. الآن هناك سمعنا بموقف جديد وتعليق من اجتماع مجموعة الثمانية على خارطة الطريق التي كانت قد أعلنت لتحدد مستقبل ليبيا. ما هو موقف مجموعة الثمانية حتى يعني الذي سمعته حتى الآن؟ مجموعة الثمانية تبارك هذه الخارطة التي قدمها الدكتور محمود جبريل، وتشرح فيه وضع ليبيا في المستقبل وماذا سيكون عليه ما بعد نظام القذافي. وتبارك يعني هذا اللفظ لا يعني دعم هذه المبادرة بالكامل، قد يحصل تغييرات سياسية، قد تحصل تغييرات في داخل ليبيا تتطلب تعديل هذه الخارطة بما يتوافق والوضع الجديد. هل لديكم علم بآخر الأنباء فيما يتعلق بتلك الأهداف التي تم قصفها في طرابلس؟ هل تعتقد أنها ستقوض النظام وأركان النظام القذافي وبالتالي تمارس عليه مزيد من الضغط للتنحي؟ القصف الذي جرى ليلة أمس هو استهدف مناطق الحراسة، الأبراج الموجودة على جدار باب العزيزية، وهذا يعني كأنه رسالة لمن مع معمر القذافي أن الضربات الآن أصبحت تقترب، ومن يكون في محيط القذافي سيتناله الضربات. إذن هو ضغط سياسي وضغط عسكري باتجاه سياسي لزيادة ملف الانسحابات داخل نظام القذافي وخروجهم من هذه المنظومة. هل هناك من تطورات جديدة على الصعيد تقدم الثوار ميدانيا؟ تقدم الثوار ميدانيا من وجهة نظري أنه في موضوع البريغا لا يحبذ أن يتقدم الثوار أكثر، لأن المسألة هي مسألة معارك الزنتان والرجبان ومصراتة، هي التي ستحسم هذه المعركة إن شاء الله. أنس الفيتوري عضو قيادي في اتحاد ثوار ليبيا، شكرا لك. وفي منطقة فشلون في ضواحي العاصمة طرابلس تمكن